même quand il a voulu mettre une bâche, quand il a voulu la mettre, après tout, il a dit qu'il était là-haut. شنو في 12 اوكي بس ايه حلوة ولا لا؟ مالهاش ريحة من زي في عندك الكيلو ب7 يورو هناك هناك بصوا دي المانجا الهندي يا جماعة يا مش كده دي المانجا الهندي دي ايه دي ممكن تبقى حلوه دي دي حلوه شمي كده تعال نتمشى شوية مش مشكلة أو ممكن نعملها تشكيلة بال شوية حاجات يعني أنت عارفة واخدة بالك؟ يعني واحدة حتة باباي مع مانجا مع ولا إيه؟ طب يلا طب تعالي البلح او كمان اهو بس البلح في مصر مجانا اللي في الشوارع ب 16 يورو سبحان الله سبحان الله دي البطاطا اهي البطاطا المصري ده الجنزبيل بطاطا مصري ده الجنزبيل والثوم ده ايه ده بقى؟ معرفش خلاص هاتي دي حلو مش وحش بلع على الاقل انا اقنع الطعم ولا ايه؟ موديل ولا نبص شويه كده شويه دي من البرازيل ايه؟ تعالي طيب تعالي تعالي استنى يا حبيبي انا ماشي انا عادي اصور المنطقه
ده المنطقة الهندي بقى يا جماعة، المنطقة الهندي أكل هندي كله. أغلبية الأكل الهندي هنا كله حلال يعني، مطاعم الهندية اهي. الايه؟ عشان الجو حلو النهارده السبت. عشان الجو حلو النهارده السبت. عصير قصب اهو، عصير القصب اهو. عصير؟ ما بتعمل لك عصير اهو. سكر كان جو 7 يورو 6 يورو. بس ممكن بعد رمضان يجي ان شاء الله. سينيور يا حبيبي. تراوت ايه؟ احنا اهو ماشيين اهو في طريقنا. ليه اروح عند الشنوة اللي هناك اللي في الفيل؟ مش الدرجات دي يعني، مش المنجلية. تعال الجولة. بصراحة الواحد اليوم ده بيبقى مستمتع جدا، لان بحس كده باجواء رمضان، اللمة والهيصة والحلويات بتاعة رمضان والهيصة دي اللي الواحد متعود عليها في بلده. بس بصراحة انا يعني شفت شوية محاجب. ما تعال نجيب لنا شوية محاجب يا شمس. محاجب انت بتتوهم على محاجب الصيف؟ كل يوم محاجب، كل يوم محاجب. ايه حسين فين كل يوم؟ بالله عليكي نفتح محل محاجب بقى ونخلص بقى. بالله عليكي فين كل يوم؟ انت مش عارفه ان انا لا، انا بصراحه اللي بحبها قوي الكسره المحشيه. طب تعالي نجيب كسره ومحاجب. نفطر النهارده كسره ومحاجب. نفطر نضربها كسره ومحاجب. انا بحب بموت على الكسره المحشيه، او بحبها قوي. ما حاولتيش تجربيها يعني؟ تدريها مين الكسره؟ وانا جربت الكسره العاديه، لما اجرب الباقيه انت بتكسبني قدام الناس. لا اله الا الله. ان شاء الله المرحله القادمه ان شاء الله ان شاء الله هبهرك. كم المرحله القادمه؟ هبهرك. عندنا كم العام مش بتزيد؟ ايه؟ ما بعدش يا جيمي بصراحه. ما بتعديش؟ ما فكرتيش في يوم تعلمي تعملنا المحاجب ولا الكسره؟ ان شاء الله ان شاء الله نتعلم باذن الله. يعني راح تاكلها لنا قبل رمضان ولا ايش؟
لا بعد رمضان بقى عشان الفرهضة والعجين وترتاح وبتاع، خليها بعد بعد رمضان طب ان شاء اقول لك على الله. حاجه بالصح بالصحة. وانا صايم وحاجه بما يرضي الله، لان انا خلاص انا اتخنقت منك. اتخنقت ايه؟ انا اللي هندير المحاشي وانا هندير الكسره. طب ورينا شطارتك، ورينا شطارتك يا سيد. ياه ده عهد ده. ما انا قلت لك خلاص. اتخنقت. يا رب تفضل مخنوق كده على طول. انا بديك الساعه لما تتخنق مني. كل يوم اتخنق، كل يوم اتخنق يا سيد. لو كل يوم هتتخنق وتعمل الاكل خير يا اخي، براحتك، ربنا يتقبل منك. يعني انت فرحانه؟ ما تاثرتيش؟ لا تاثرت. لا انا ما تاثرتش، انا طولت. انا فخوره بيك. انا على بالي راح تقولي عيب تخش تعمل المحاشي وانا موجوده. لا عيب ليه يا سيد، عيب ليه؟ عيب ليه؟ انا منظفه المطبخ ومظبطاه، المطبخ يعني لابس لبسه يعني، ما تقلقش. يا لطيف. ده مش عيب، مش عيب. هذه عيب عندنا والله. لو مرت زريه تقول لك جامي لافي. عيب عندكم فين؟ الراجل يخش يعمل محاشي والمره موجوده. بيعملوا يا سيد والله، بيعملوا. الناس زي الفل وكرام، وبيغسلوا المواعين وبيطبخوا لستاتهم وبيعملوا كل حاجه. انت بس اللي مش قاعد في الدنيا كده معاهم. بيعملوا كل حاجه يا سيد، بيعملوا كل حاجه. الراجل زير يدير يدير المحاشي ويدير كل حاجه، بيديرها كل حاجه بيديرها. المهم استنوا. اذا انا 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 اللي مش متابع يعني. انت مش متابع، انت مش على الخط. بصوا يا جماعة، اكتبوا لي بالله عليكم. لو كان فعلا راجل جزائري يدير المحاشي في داره ولا الكسرة يديرها في داره، اكتبوا لي بالله عليكم. عشان نشوف هذه المرة تضحك علي بصراحة. لا انا والمشكلة كمان هي صايمة وتقولنا بورتيكوا. لا بيعملوا ان شاء الله. بقى لو عجبكم الفيديو شيروه مع اصحابكم، برتشوه مع اصحابكم، علشان في ناس لما اقول لهم شيروا يقول لي شيروا يعني. يعني ابعتوا لاحبابكم واصحابكم واخواتكم وشجعونا كده، وان شاء الله نعمل لكم حاجات احلى من كده. وهو بقى عليه دور بقى ان شاء الله المحاجب، هو وعد اهو، يا رب يوفي بوعده ان شاء الله. المحاجب والكسره المحشيه كمان، خدين بالكم، مش كسره بس، ده كسره محشيه. ولا انت رجعت كلامك يا سيد؟ نو انا ما رجعش، لكن هنديرها لحالي. سيبتوه لحالك؟ ليش انت عايزاني؟ يا سيد يا سيد ما تصدقش نفسي. يلا يا جماعه عايزاني انا ادلك ادير المحارب ليكي. يلا يا جماعه، والله انت مهبوله. اشوفكم على خير. يلا مع السلامه. مالكيش، انا اروح اقعد معاهم، تكل انت على الله. ماشي، سلام. يا شباب هنسيبكم كده، وربي قويني كده، وابعتوا لي بالله عليكم، ابعتوا لي الروسيتا بتاعت المحاجب والروسيتا بتاعت الكسره، وانا هنديرها ونعلمها هذه المره، نعلمها بالصح كيف تديرها. يلا بسلمها.